استقرت في منزل قديم بدوار بطاعة بفاس سيدة لها طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 3 أعوام. لم يكن استقرارها هناك ليمر دون أن يلفت الانتباه بل وبعض الاستغراب. في العام 2000 كانت المرأة التي تسمى الضاوية حالة فريدة لامرأة اختارت الاستقرار في ذاك الدوار. عدا أنها تسمى الضاوية وأن طفلتها تسمى نادية لم يكن جيرانها يعلمون عنها الكثير. كانت المرأة تغادر منزلها صباحا ولا تعود إلا بعيد المغرب، وفي فصل الصيف لا تعود إلى البيت سوى في ساعة متأخرة. في نهاية الأمر لم تكن مصدر قلق لجيرانها الذين يعمل أغلبهم في الفنون المختلفة للصناعة التقليدية. امرأة مسكينة تعيش وحيدة لا يكاد يسمع لها صوت، ومع ذلك فإن الساعات الطوال التي تمضيها في الخارج حركت بعض الألسن التي لاكت سيرتها بسوء وهيجت فضول آخرين. أين تمضي الضاوية كل يوم ومعها طفلتها الصغيرة؟ قيل إنها ربما تعمل خادمة في البيوت، وقيل غير ذلك، ولم يأتي أي من الذين قالوا بدليل يثبت ما ادعوه. مرت بضع سنوات، الطفلة التي كانت الضاوية تحملها على ظهرها حتى تسرع الخطى إلى وجهاتها صارت تقوى على المشي. لم تكن الضاوية قد تخطت 30، ولعلها قالت مرة لإحدى جاراتها الفضوليات إنها طلقت من زوج بخيل سقيم. شاع في الدرب الذي تسكنه أنها جاءت إلى فاس من سيدي قاسم، ولكن ما كان يروج همسا ووسوسة بين نساء الدرب بقي فرضيات وكلاما لا يسنده دليل. لاحظ سكان الدرب أن الضاوية لم تستقبل في بيتها ضيفا ولم يزورها أحد منذ سكنت دوار بطاعة، حتى في الأعياد الدينية لم يسبق لها أن تلقت زيارة من أي كان. ذات صباح اقتفى أحدهم أثرها، رآها تسلك الدروب مبتعدة عن الحي، ثم في لحظة ما حين اقتربت من جامع القرويين اختفت ولم يعثر لها الذي اتبعها على أثر، وقد ظن أنها دخلت دارا هناك حيث تعمل خادمة. كبرت الطفلة نادية، هي الآن في 6، وهو عمر يفترض أن تكون قد التحقت فيه بالمدرسة. ما كان يهم الجيران الذين أبدوا تقربا إليها أن يعلموا منها أين تمضي أوقاتها حين تغيب عن المنزل خلال تلك الساعات الطوال، وكذلك علموا منها أن أمها تتركها في مدرسة للتعليم الأولي قريبة من القرويين. كانت الطفلة تحفظ بعضا من قصار صور القرآن الكريم وأناشيد أغلبها دينية، ولكن ما حصل عليه البعض لم يكن ليشفي غليلهم، وبقي بلا جوابنا السؤال الكبير: أين تذهب وماذا تفعل الضاوية؟ لاحظت المرأة هي التي حرصت طوال تلك السنين على أن تترك مسافة بينها وبين جيرانها جاراتها بشكل خاص أن بقال الدرب واسمه يوسف من فك يبعث بالإشارة تلو الأخرى يوحي إليها بأنه يريدها، وقد بلغت إشاراته تلك حدا من الإزعاج جعلها تقاطع دكانه. ثم ذات صباح اعترض سبيلها، لا تدري كيف انبعث في ذاك الزقاق الذي كانت تحسبه في خارطة تنقلاتها السرية. وقف مبتسما ثم قال: لا تخافي، أنا قصدي شريف. فهمت منه أنه يمهد لحكاية زواج، ولكنها لا تريد زوجا. ردت عليه قائلة: اسمعني جيدا، أنا لن أصلح لك زوجة. لماذا؟ أنا أحبك. لا تحرجني أكثر، أنا لن أصلح لك زوجة. احمرت وجنة يوسف البقال خجلا أو غضبا وربما هما معا، نظر إليها بعين تنطق أسفا ثم مضى. لم يستسغ الرجل في قرارة نفسه أن ترفضه امرأة فقيرة مثل الضاوية، بينما هو يعلم أن فتيات كثيرات لن ترفضنه إن هو تقدم لخطبتهن. كان لموقفها وقع عميق في صدره، ولعل ذاك ما أجج لديه فضولا لم يستشعره من قبل. آلى على نفسه أن يستكشف حقيقة تلك المرأة التي قيل إنها قدمت من سيدي قاسم.
كان مقدم الحي قريبا للبقال يوسف، وكان أول من سيحدثه في شأن الضاوية أم نادية. علم منه أن المرأة تعمل في ورشة للطرز التقليدي، وأن ما هو معروف عنها أنها تدعى الضاوية المتلاتي، وأنها مطلقة وأم لطفلة واحدة يعرفها كل الجيران هي نادية. لم تمض المعلومات التي حصل عليها يوسف من قريبه المقدم أبعد من ذلك، وقد قرر أن يوسع دائرة تحرياته، وسخر لذلك شبانا وعدهم بمكافأة إنهم جاءوه بخبرها. تمكنوا من رصد ورشة الطرز التقليدي حيث تعمل. من باب الصدفة أن يوسف يعرف صاحبة الورشة، كانت امرأة معروفة في فاس البالي مشهودا لها بخبرتها ومهارتها. كثيرات هن من بنات الحي ومن غير بنات الحي اللواتي تعلمن على يدها الطرز التقليدي وفنونه المختلفة. حين ذهب للقاء الحاج خناتة كان الوقت مغربا، وقد خلت الورشة من كل العاملات. حكى لها عن الضاوية وعن رغبته في الزواج منها. تبسمت المرأة وقد أوحت إليه ابتسامتها بأنه يطلب مستحيلا. علم يوسف في غفلة من الضاوية التي حرصت كل تلك السنوات الماضية على أن تتكتم على حياتها الخاصة أن المرأة جاءت من سيدي قاسم فرارا من زوج عنيف ومن عائلتها التي كانت تحاول الضغط عليها لتعيدها إليه. علم يوسف أيضا من الحاجة خناتة أن المرأة لا ترغب في الارتباط بأي رجل آخر، وأنها لم تطلق بعد من زوجها الذي تركته هناك في سيدي قاسم. كانت معلومات ثمينة تلك التي حصل عليها، وقد قرر أن يستثمرها في محاولة إقناع الضاوية. فاجأها ذات مساء وهي خارجة من ورشة الحاجة خناتة، تقدم منها، قال لها إنه عرف السر الذي يمنعها من القبول به زوجا. نظرت إليه بعينيها اللتين فتحتا أوسع من حدودهما العادية، وومضتا بما فهم تساؤلا. أردف يوسف أنه مستعد للقاء بأسرتها في سيدي قاسم والتمهيد لترسيم طلاقها من ذاك الزوج العنيف. لم يتوقع ردة فعلها القوية، صرخت في وجهه: اتركني في حال سبيلي، أبعد عن طريقي، أنا لا أريد الزواج. كانت مظلمة الزاوية التي التقيا بها، ولعل وجنتاه احمرتا خجلا أو غضبا. تركته ومضت. وصلت متأخرة إلى مدرسة التعليم الأول حيث تترك نادية ابنتها. كانت المعلمة في انتظارها. أبلغتها أن رجلا جاء يسأل عن نادية. كانت الأوصاف التي نطقت بها المعلمة تنطبق تماما على زوجها الذي فرت منه قبل نحو 4 سنوات الآن. لم يكن يعرف نادية، ولذلك لم يصل إليها. أيقنت الضاوية أن ملاذها لم يعد آمنا. على عجل قررت الرحيل، لمت متاعها القليل في حقيبتها، وبعد يومين لم تعد من سكان دوار بطاعة. كانت قد أبلغت الحاجة خناتة صاحبة ورشة الطرز بقرارها الرحيل بعدما انكشف وجودها. تسلمت منها ما كان من مستحقاتها ثم اختفت. ظنت أنها توارت عن الأنظار حين اختارت السكن في حي بن سليمان. مرت 4 أسابيع على استقرارها في ذلك الحي. كان ما توفر لديها من مال ينزع إلى النقصان، ولم تكن قد عثرت بعد على عمل جديد. لم تكن في الجوار مدرسة لنادية. ثم في لحظة تمازج فيها ضعفها المادي وتمسكها بالحياة، اختارت أن تتخذ من إحدى غرفتي سكنها البسيط محلا لتعليم البنات أسس الطرز التقليدي. وسرعان ما تقاطرت عليها المتعلمات من دروب مختلفة من حي بن سليمان. لم تكن تعلم أن شهرتها التي سرعان ما طفقت الحي ستجعلها مكشوفة. مرت العطلة الصيفية. الصيف حار في فاس، يجد الناس بعض العزاء في تلك الأمسيات التي تمتد إلى ساعات الليل المتأخرة حين تتراجع الحرارة درجات. وقد دأب الناس على التجول ليلا في المدينة، وذات مساء لم تقاوم الضاوية إلحاح ابنتها التي قالت إن أطفالا في مثل سنها حكوا لها عن ذاك النشاط الذي تعرفه المدينة. لما أنهت الحصة الأخيرة لتعليم الطرز، ألبست ابنتها أجمل ما لديها من لباس وارتدت جلابتها الجديدة.
ركبتا سيارة أجرة وأمتا وسط المدينة. كانت الحركة دائبة والمحلات التجارية مفتحة الأبواب. انصهرتا في الجموع، أحست الضوية بالسعادة تغمر ابنتها. ثم فجأة في الزحام أحست بيد تمسك بذراعها، اهتزت، التفتت وهي تحاول التفلت، ثم وقع بصرها على وجه مألوف ولكنه غاب عنها منذ سنوات. كان وجه والدها. وقفت بينهما الصغيرة نادية تنظر مشدوها. همت الضوية بالفرار ولكن يد والدها أدركتها سريعا وأمسكت بها من جديد. تعالي، لا مجال لهروب جديد، الذي تفرين منه انتهى. ستعلم لاحقا أن زوجها العنيف الذي كان مدمنا على الحشيش قد انتهى به الأمر إلى جنون. كان جنونه محققا. عادت إلى سيدي قاسم حيث باشرت مسطرة التطليق. لما انتهت العطلة الصيفية عادت إلى فاس، كثيرات هن اللواتي كن تنتظرنها لتعلم الطرز.